السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم غنقدم لكم فطائر رائعة على شكل الشميسة، كيجي مسفجين ومداد وسهل في التحضير. إن شاء الله نعملو طريقة جد بسيطة كيف ما كتشوفوا معايا. باش كيجيو على هذا الشكل العجيب، كتفتح كالوردة وجد شهيين. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديري جيم ونخلطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو معلقة كبيرة تاع السكر سليدة، السكر الخشن، جوج معالق كبار ديال الزبدة تقريبا ما يعادل 20 غرام، نص معلقة صغيرة الملح، دائما من حسب الذوق، معلقة كبيرة تاع خميرة، خميرة الخبز أي الخميرة المعجنة، إذا كان الحال بارد كنزيدو نص معلقة، بيضة واحدة، الماء كاس ديال العلبة أو كأس شاي ما يعادل تقريبا 150 مليلتر يكون دافي، الحليب كأس العلبة أو كأس شاي ما يعادل 150 مليلتر يكون دافي، الزيت تقريبا 60 مليلتر، نص كاس ديال العلبة، الدقيق حسب الخليط. بسم الله نبداو على بركة الله. كنصبو الحليب هو دافي، الماء، نبدو الزبدة، الزيت، السكر، السميدة، الخميرة، كنمزجو هاد الخليط مزيان، بعد ما مزجنا كنضيفو البيض، كنمزجو مزيان، بعد ما مزجنا الخليط بحال هاد الشكل كنبقاو نصبو الدقيق شيئا فشيئا. نديرو الملح، حنا كنمزجو وكنصبو الدقيق حتى نحصلو على واحد العجين ما خفيف ما ثقيل. بعد ما جمعنا العجين بالنسبه للدقيق، هنا استغرق ليا تقريبا 600 غرام ما يعادل 6 الكيسان تاع العنبه. هيا الان غادي نحاولوا ندلكوها حتى تصبح لينه. باش ما دلكناها مزيان كتصبح لينه. بعد ما دلكنا العجين صبحت بهذا الشكل الطبق كما كتلاحظوا. هي الان غادي نتركوها حتى تخمر. كناخذوا واحد قليل من الدقيق كنغطيها مزيان حتى تتضاعف الحجم. الا كان الحال بارد كنحاولوا نغطيها مزيان باش ما خمرت كتصبح لينا مزيان. بالنسبه لمقادير الحشوه كنحتاجوا 200 غرام ديال الكفته، وهاد الكفته يمكن نعوضوها بالطون الحوت، الزيت، معلقه صغيره ديال الكمون، ملح حسب الذوق، نص معلقه ديال البزار، قليل من الزيتون لهذا الشكل، جوج معالق حتى ثلاث معالق تقريبا كبار، السودانيه اي نص معلقه صغيره وهذا اختياري، جوج معالق كبار تاع المعدنوس، جوج حبات تاع البطاطا. البطاطا خديناها وسلقناها في شويه الماء حتى صبحت على هذا الشكل، حبه واحده ديال البصل صغيره. بسم الله نبدا على بركه الله. كنصبو قليل من الزيت، البصل بعد ما قطعناه قطع صغيره على هذا الشكل، كنتركو حتى تتقلى مع هذا الشيء مزيان باش عاد نوضعو الكفته. بعد ما تقلات البصل كنحاولو نوضعو الكفته على هذا الشكل، وتكون تقريبا النار عاليه باش هاد الكفته ما تلقش لينا الماء. كنديرو الملح تقريبا على حسب الذوق، نص معلقه صغيره، وكنشوفو كنبقاو على هذا الشكل. بعد ما قلينا الكفته صبحت على هذا الشكل، ما كنقليوهاش بزاف، كنخليوها شويه باش تبقى طريه وما تجيش قاسحه.
الان غادي نمروا نطفيو عليها النار ونمروا المرحله التاليه. بسم الله. الان كناخذوا هذه البطاطا كنحاولوا نفردوها بهذا الشكل باش ما كانت سخونه كتساعدنا. بعد ما عملنا بطاطا على هذا الشكل كنصبوا عطريه كمون ابزار سودانيه وهذا اختياري عدنوس كنمجوا هذا الخليط مزيان. بعد ما مزجنا على هذا الشكل كنضيفوا واحد القليل من الملح. ما نسوش بان الكفته درنا فيها الملح كندوقوا تنديروا الملح وتنديروا الملح تندوقوا البطاطا باش ما تطيبش لينا بالسوسه لان الا كان حاجه بالسوسه كتجينا باسله. من بعد كنقبطوا هاد الكفته على هاد الشكل كنمزجوا هاد الخليط مزيان البطاطا مع الكفته تيمتاج لينا. كنصبوا الزيتون كنمزجوا الخليط مزيان وتنتركوا حتى يبرد الا كان سخون. من بعد عاد نديروه في الفطائر ديالنا. الان بعد ما ضعف الحجم ديال العجين ديالنا على هذا الشكل كناخذو بهذا الشكل باش نديرو كويرات. بعد ما شكلنا القطع الان كنكورهم على هذا الشكل وكنوضعهم في هذا المول حتى تيستراحوا. ودائما باش نسبقوا الاولى نسرقوا كنحاولوا ديروا قليل من الدقيق دائما القطع حسب الشكل اللي بغينا والحجم. ها كنبقاو مستمرين حتى نكملوا جميع القطع اللي عندنا. بعد ما كملنا الكويرات كنطلقهم تقريبا كيرتاحوا ثلاث دقائق وكنغطوهم بهذا البلاستيك هذا باش ما تكون القشره من الفوق. بسم الله على بركه الله. الان غادي ناخذوا واحده بعد ما تركناهم تستراحوا تقريبا ثلاثه دقائق كناخذ الاولى. بمجرد ما ناخذ الاولى كنغطيو باش ما يشرق لنا تكون لنا قشره. كنسرحوا هذا العجين كنحاولوا نخليوه لوص شويه كنسرحوا الجناب وكنديروا الحشوه. كنحاولو نجيبو كلشي من الوسط كنجمعو هاد الجوانب بهذا الشكل. تنحصلو على هكا. كناخدو هاد القطعة هي راه متوفرة في الأسواق بالنسبة ليا راه رخيصة خديتها بخمسة دراهم راه موجودة. كنديرو على هاد الشكل كنحاولو هاد المول كنديرو في شي قليل الدقيق باش ميسقليناش على هاد الشكل كنبركو مزيان. كنحصلو بهذا الشكل هذا وكنوضعوه في الطاوة وكنبقاو مستمرين حتى تنكملو جميع هاد العجين اللي عندنا.
بسم الله. بعد ما كملنا جميع التشكيلات ديالتنا صبحت على هذا الشكل، كناخذوا صفار ديال البيض كنديروا فيه تقريبا معلقه كبيره ديال الحليب، قليل من الزيت، وكنطربوا على هذا الشكل. من بعد ما تنطربوا كندهنوا بشويه، كندهنوا بعد ما دهنا بالبيض كنحاولوا نزينو واحد القليل من الجبنة بهذا الشكل، وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا جميع هاد التشكيلات اللي عندنا. الان بعد ما دهناهم كلهم بالبيض غندخلهم الفران هو ساخن، غير كندخلهم تتكون نار متوسطه وكنراقبو باش ما يتحرقوا وتطيبو مزيان. الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا على الشكل الشميسه كيجيو على هذا الشكل، كيجيو لذات ومسفجين حتى الاطفال ديالنا يحبوهم، نعملوهم لهم في الكوتي. كنتمنوا يعجبكم، الى عجبكم بارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.